الجزائري. لكن ذكرت في مدخل البارحة بأن المغرب لا زال يشكل نموذج يمكن الاقتداء به في ظل الربيع العربي. ألا يمكن اعتبار أن التسيير الحكومي البطيء لم يجعل المغرب يخرج من عنق الزجاجة ويمكن أن يرجعنا إلى الوراء؟ ولا يمكن أن نقول بأنه هو نموذج يمكن أن نرجع إلى الوراء؟ بعد حال هذا يمكن أن يكون تفسيرا مع ولكن التفسير ليس تفاؤلي. بالنسبة لي أرى أن المغرب يشكل في الحقيقة نموذجا داخل العالم العربي بالنظر إلى ما رأيناه خلال معاينة وضعية الحراك الاجتماعي العربي خلال السنتين. فهناك دول أصبحت لا تتمتع بمصداقية الدولة وأسس الدولة، هناك حشاشة نظم الحكم، حشاشة المؤسسات، هناك القضايا الإثنية، هناك القضايا العلاقة ما بين المركز والجهة، هناك ضعف الدولة في كثير من النماذج العربية. وبالتالي المغرب أعتقد أنه محصن من هذه. لماذا؟ بالضبط لأن المغرب لديه مؤسسات، ولا يجب تهويل بأن تغيير حكومة معينة يمكن أن يؤدي إلى كارثة. تغيير الحكومة هو وضع مؤسساتي. المؤسسات المغربية تعطينا بأنه في حال إذا تغيرت حكومة من ممكن أن ننتخب حكومة أخرى، وممكن أن نتبنى برنامج آخر يمكن أن يقول على تداول على السلطة على نحو سلس في ظل الاستقرار وفي ظل البحث عن مشروع للتنمية يمكن أن يستجيب لحاجيات ومتطلبات الشعب المغربي. ما هو الخطير جدا هو أن تتعمق الأزمة الاقتصادية وتتسع دائرة الغضب بسبب عدم تلبية مطالب الساكنة وخاصة وضعية المهمشين والفئات المقصية. هذا من الممكن أن يؤدي إلى ما نراه من مظاهر الاحتجاج أو العصيان المدني في كثير من مناطق البلاد، ولكن أعتقد أن في إطار ديمقراطية متنامية في هذه المنطقة فهذا شيء طبيعي يجب أن نتعود عليه، ويجب أن ننظر بالتفاؤل أن تجربتنا يمكن أن نستفيد منها جيراننا وإخواننا في المنطقة العربية. دكتور، إذا ماذا ينقص الحكومة الحالية لتحقيق مجموعة من المطالب الشعب المغربي؟ الحكومة الحالية قدمت برنامج ما، وما هو مطلوب الآن هو على تنزيل هذا البرنامج، تنزيل النقط الأساسية والنوعية الموجودة في الدستور المغربي إلى أرض الواقع، والعمل بفعالية وباستعجال لتدارك الأوضاع وربح الوقت حتى يمكن أن نعيد الثقة للشعب المغربي والمواطنين المغاربة بأنه ممكن من خلال تجربة انصهار جديدة ما بين حركة إسلامية ووسط ويسار مغربي أن نحقق بعض الإنجازات الإيجابية بدل معادلة عدم الاستقرار.